السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد البسطيلة مالحة، كتجي سهلة وخفيفة، وصراحة المكونات ديالها بساط، يعني ما فيهاش بزاف ديال المكونات، وكتجي صراحة لذيذة بزاف بزاف. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتتبعوا معايا إن شاء الله المراحل. صراحة وجدتها بأشياء يعني موجودة عندي في البيت، يعني ماشي شي حاجة بزاف، وحتى الباستا ديال باش وجدتها بالباستا فيلو. هنا ان شاء الله عندنا دجاج، انا دجاج عندي هكا طايب وفرتتو، عندي بصلات، ثلاثه البصلات مشلدين ومشحرين، عندي الحامض المصير مقطع رقيق، وعندي الزيتون هكا مقطع اللي درت فيها، من بعد الفرماج، اي نوع ديال الفرماج عندكم محكوك، وعندي هنايا الكاوكاو اولا اللوز مقرملينو، يعني مقلي ومقرمل، والطاوله اللي غنديروا فيها، والباستا ديال ورق الفيلو، اي ورق عندكم ديال البسطيله، وغادي نضيفوا شويه ديال الهريسه والزبده بطبيعه الحال اللي مذوبه ان شاء الله، باش غادي نجمعوا هذيك الورقه ان شاء الله ديال البسطيله. ندوزوا ان شاء الله بتحضير هاد المراحل ديالنا. هنا داك الدجاج اللي كان طيب، اللي كنا سبقنا طيبناه كيف كتعرفوا الطياب ديال الدجاج العادي، وغادي تفرتوا تحيدوا ليه العظام، غادي تضيفوا عليه ديك البصله اللي شلدنا شحرناها هكا في شويه زويته والملحه، الزيتون والحامض المصير مقطع رقيق بزاف بزاف باش ما يبانش لينا في البسطيله. غادي نضيف هنايا الحرور، الهريسه الصراحه كتعطي واحد اللذه، اللي بغى يديرها، اللي ما كيعجبوش الحار ما يديروش. الصراحه انايا البسطيله ما كتعجبنيش اللي فيها هكا الملح وفيها مالحه وفيها حتى السكر، انا درتها هذه كلها مالحه. كنضيفوا شويه ديال الفرماج، وكنضيف صوص صويا، صافي ان شاء الله. هنايا راه كتعرفوا الفرماج راه مالح، والزيتون حتى هو مالح، والدجاج اصلا حتى هو طيب في العطريه، وداك الشيء غادي نخلط هذا الشيء، ما غاديش نضيف لا ملحه لا حتى شي حاجه، لا توابل لا والو الصراحه. صافي غادي نخلط هاد البسطيله ديالتنا، نخلط هاد الحشوه اللي غادي نعمر بها ديك هذا ديك البسطيله. يمكن لكم نتوما ديروا الورقه ديال البسطيله، ولا اي ورقه عندكم كتبغيو تخدموا بها. انا هنايا درتها غير بالباستا فيلو، هاد الورق ديال الفيلو غير هو رقيق، وكيبغي كيفاش تعاملي معاه بشويه حيت يتقطع دغيا. صافي هنايا جمعنا هاد الحشوه ديالنا، نسمناها بهذوك المنسمات اللي سبق وذكرت لكم. من بعد ان شاء الله جبت انا ديك المقله الثقيله، هي اللي غنديرها فيها، دهنتها بالزبده وصايبت ليها الورق ديال، غطيتها بورق الزبده باش تسهل علينا الا بغينا نحيدو ان شاء الله البسطيله ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نحاول نسرح هذوك الورق ديال البسطيله، داك ورق الفيلو غادي نوزعو هكا، غادي ندهن شويه بالزبده باش يلصق لينا في الورق ديال الزبده. صراحه جات، ما نقولش لكم، جات لذيذه بزاف بزاف، يجربوها. انا ما درتش فيها لا سكريات لا والو، خليتها هكاك مالحه، درتها مالحه هكاك، ما درتش فيها هذا شي حاجه هكا منسمات هكا حلوين ولا سكر ولا العسل ولا شي حاجه، درتها كلها مالحه. هذوك المكونات اللي سبقت ذكرت لكم هما اللي درت فيها. صافي هنايا كنبقاو نخلفوا في الورق، كنبقاو نحاولوا ونغطيو كل شيء هكا جناب ديال المقله ديالنا باش يسهل علينا ملي نبغوا نجمعوا البسطيله ديالنا. غير هي هاد الباستا فيلو خاصك تحاولي عليها في سميتو حيت كتقطع دغيا. صافي وكندهن هنايا بشويه ديال الزبده مذوبه مع شويه ديال الزيت. صافي كنحاول نلصق بها ديك الورق ديال الفيلو، من بعد غادي نضيف هكا في كاع الجنيبات اللي بالو ليا باقي ما فيهمش الورق، خصنا نغطيو كامل الجوانب ديال المقله ديالنا نتوما كيف كتشوفوا، وكنحاول ندهن هكا شويه بالزبده باش يتثبت لينا من بعد. صافي كنحاول نغطي هكا ندوبلهم، حيت هاد الورق ديال الفيلو الصراحه ضعيف بزاف دغيا تيتقطع، هذاك الشيء علاش دوبلتها. الصراحه ما كتجينا معجنه لا والو، هاد الورق فيلو كيجي كله مقرمش كيف كان. وكنعاودو ندهنو تاني بالزبده ونثبتو هذاك الورق الفيلو بالزبده كيف قلت لكم هكا. انا دوبلت هكا الجوانب باش ما تحلش ليا ملي نعمروها بالحشوه حيت هاد الورق رقيق. صافي هنايا في الوسط غنحاول ندير جوج ديال الورقات باش تثبت لينا ملي ما تقلش عليها الحشوه وتقطع لينا الورقه كيف ما شفتوا في الشكل. دهنت بشويه الزبده، صافي دابا غادي نلوح ان شاء الله الحشوه.
غادي ندير الطبقه هكا الاولى، وغادي نعاود ندير اللوز اولا الكاوكاو اللي مقلي ومهرمش، وغادي نضيف هنايا البيض، سلق البيض القياس اللي بغيتو حكيته بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، حكيته في الحكاكه صافي. ان شاء الله غادي نعاود ندير طبقه اخرى ثاني ديال الدجاج هذاك اللي نسمناه. صراحه كتجي سهله يعني ما فيهاش بزاف ديال الحويجات، يعني ساهلين بساط، وصراحه جات واحد اللذه ما نقولش لكم. عاوتاني كندير هنايا داك البيض المحكوك، تتسلقوه وتتحكوه بالطريقه هذه. غنعاود نضيف ثاني اللوز اولا الكاوكاو اللي عندكم يكون مقلي ومهرمش صافي بهذه الطريقه هذه. صراحه جات سهله وما خداتش ليا الوقت بزاف. الناس اللي كيبغيوها بالسكر يمكن ليهم يديروها بالسكر، انا ما تتعجبنيش بالسكر صراحه. صافي دابا ان شاء الله انا كملتها، يبقى لي غادي نزيد مازال ان شاء الله نضيف ليها الفرماج. واخا خلطنا معاها شويه نعاودو نضيفوه ليها من الفوق كيجي زوين. حتى الا عندكم هكا داك الشامبينيو ولا كيقولوا لي هنا الفونغي، حتى هو تتقطعوه حتى هو تتشحروه تديروه فيها. انا صراحه انا ما كانش عندي ما درتوش. صافي غادي تجينا على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله ندوزو باش نجمعو البسطيله ديالتنا. صافي هنايا ضفت ليها كما قلت لكم الفرماج القياس اللي بغيتو، هي تا بالفرماج كتجي زوينه الا كثرتو كيجي زوين. دابا ان شاء الله يبقى ليا صافي غير نجمع، غادي نجمعها هكا بطريقه عشوائيه، يعني ما يحتاجش يعني ضروري ندير الديكور، حيت من بعد غادي ندير لها واحد الديكور هكا ما غيبقى يبان فيه والو. هاد الورق اللي ملاقي ما غيبقاش يبان. كنبقاو غير نجمعوها هكا حيت الورق رقيق كما قلت لكم، كون كان الورق الغليظ غادي نشكلها كيف ما بغيت في الشكل ديال البسطيله، ولكن هذا ما يمكنش ليا يعني ندير نخدم به بزاف ديال الحوايج حيت تيتقطع دغيا. صافي غادي نجمعها هكا كما قلت لكم عشوائيه، وكنبقى ندهن بالزبده باش كيتثبت لينا داك الورق ديال البسطيله كما شفتوا هكا، وكنبقاو ندهنوا بالزبده. صافي دابا ان شاء الله مليت هكا، غادي نحاول نزيد واحد الوريقات اخرين باش نغطي بهم هذوك داك الشكل اللي بقى لينا هكاك باش ما يجينا حتى في شكلها تجي زوينه. صافي غندير ورقه هكا ونحاول نجمعها هكا من الجنيبات. نتوما كما شفتوا الورق صراحه ضعيف بزاف، خصكم يعني في الخدمه تحاولوا عليه، ولا كاينه الورقه ديال البسطيله غليظه راه صراحه ما غاديش تعذبكم. صافي هنايا كنحاول نجمعها نقادها، من بعد غادي ناخذ واحد جوج ورقات غادي نلويهم هكا بشكل طولي، وغادي نحاول نقطعهم هكا بشكل مائل بالمقص. غادي نقطع القياس اللي غادي يقدني لهاد البسطيله باش نغطيها من الفوق باش يجي حتى الشكل ديالها زوين من الفوق، وما يبقاوش يبانوا هذوك الخطوط اللي ملاقين بهم البسطيله ديالنا. صافي من بعد غادي نحلهم هكا، من بعد غادي نرشهم شويه ديال هذيك الزبده والزيت اللي مذوبه، غادي نرشهم هكا غير شويه ونعاود ندوزهم كاملين في ديك الزبده باش يبني يطيبوا حتى هما يطيبوا لينا مقرمشين وعاطين اللون. صافي غنبقى نوزعوا هكا على هاد البسطيله ديالنا بهذا الشكل. انا بصراحه صايبتها اليوم بحال هكا، صايبتها اليوم والغد ليه عاد باش طيبتها في الغدا، صايبتها هكا في الليل عاد طيبتها الغد ليه. الا بغيتي تسهلي عليك الامور صافي هنايا هذا هو الشكل ديالها ملي صايبناها واجده لينا. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز غير نغطيها بالسلوفان وغادي ندخلها للثلاجه، غير عادي غير الثلاجه هكا ماشي في الفريغو، غير في الثلاجه عاديه. صافي غنغطيها هكا بالسلوفان باش ما يدخل ليها لا برد لا والو، ما تقصحش لينا الورقه، نغطيها مزيان بالسلوفان بعد ندخلها للثلاجه حتى الغد لي ان شاء الله عاد باش غادي نديرها في الفران. وهذا هو الشكل ديال البسطيله ديالنا هنا فاش طابت لينا. صراحه هي خاصك تعلي على الفران،
تتشعليه الفوق والتحت حتى كيسخن، من بعد كتطفي الفوق وكتخليها العافيه شاعله غير لتحت، والبسطيله خاصها طيب الفوق. صراحه انا طيبتها كلها الفوق، يعني ما نزلتهاش لتحت، حمرات ليا كلها الفوق، والفران يكون مهيل ما يكونش يعني مجهد بزاف باش طيب على خاطرها، حيت اصلا كلشي داكشي اللي دايرينو فيها كله يعني طايب، يعني ما يحتاجش بزاف غير باش كطيب لينا ديك الورقه ديال البسطيله. صراحه صافي، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم مع واحد البريريت ديال اتاي. صراحه اتاي المرافق ديالنا حنايا المغاربه الصراحه ما كيخطاناش في كل دار وفي كل بيت. ايوا صافي، هنايا ان شاء الله غادي نقطعوا واحد الطريفات باش تشوفوها كي جات من الداخل. صراحه جات زوينه ومقرمشه يعني غزاله بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها، سهله وخفيفه وكتجي الصراحه بنينه، واحد البنه الصراحه فيها زوينه ومكونات بساط، يعني هكا حتى لا طيبتو هكا الدجاج وشاط ليكم ولا شي حاجه هكا تفرتوه وتقدروا ديروا به البسطيله ما تضيعوش. نقطعوا لكم هنايا واحد طريف باش تشوفوها كي جات، صراحه كتجي هكا مقرمشه وصراحه المذاق ديالها هائل بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تخليوا لي في التعاليق ديالكم، كيفرحوني دائما وابدا. واللي اول مره تيشوف القناه ديالي يشترك في القناه وتفعلوا داك الجرس الاحمر باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا، واليوم الصراحه بحال هذا النهار فتحت القناه ديالي، دابا ان شاء الله اليوم هو كملت ليا 12 شهر ديال باش حليت القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله ربي يوفقني ويوفق جميع الاخوه والاخوات اللي حالين القنوات ديالهم وكيستافدوا منهم الناس وكيساعدوهم ولو بالقليل. نتمنى ان شاء الله نزيدوا القدام ان شاء الله، واللي كنقدم لكم ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم، نكون عند حسن ظنكم بيا. هذا هو الشكل ديال البسطيله ديالنا، انتم كتشوفوا الصراحه سهله جات لذيذه، وحتى المنظر ديالها جا غزال وما كتاخذش الوقت بزاف لا في الطياب لا حتى في التحضير ديالها. صراحه صديقات ديالي عجبتهم بزاف بزاف، نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا ونقدم لكم هذاك الشيء اللي كيفيدكم وكيعجبكم وباشياء بسيطه وباشياء ان شاء الله اللي يقدر يديرها اي واحد. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.